هاد قليل ديال الناس خاصو يجمع حوايجو ود الركز لافتو علينا وهادشي اللي داروا الفريق الرجاء العالمي ماشي ديال الرجاء النهائية. فتصوروا معايا هاد السيد هذا وبعد ما كان عنده واحد السيفي اللي بيض وزيد عاوتاني بعد ما كان في حياته كل ما درب شي فريق اللي مشهور وزيد عاوتاني بعد ما جميع الفرق اللي دربهم في المسيرة الكروية ديالو كلها فواخدهم مباشرة الى الهلاك. وبعد ما هاد قليل ديال الناس في المسيرة الكروية ديالو كلها ما طفروش شنو غادي دير الادارة ديال فريق الرجاء العالمي؟ غادي دير اسوء قرار في هاد الانتقالات الصيفية وفي هاد الانتقالات الصيفية غادي يتعاقدوا مع هاد قليل ديال الناس. وبعد ما هاد قليل ديال الناس جا باش يدرب فريق الرجاء العالمي فانا يكون ضد الفكرة باش هاد السيد هذا يجي يدرب الفريق، خصوصا كنت عارف بلي هاد السيد هذا ضعيف بزاف تكتيكيا وفنيا، ولكن كيما عارفين فاش كيجي شي مدرب جديد للفريق فضروري خاصك تدعمه واخا كتعرف فيه بزاف ديال النقاط السلبية، وهادشي اللي درنا بكوزاح من بداية الموسم. فجميع الجماهير الرجاوية بداو كيدعموا هاد المدرب هذا وبداو كيقولوا بلي غادي يكون هو الخليفة ديال زين باور، وزيد عاوتاني بداو كيقولوا بلي هاد المدرب هذا هو اللي غادي يتوج باللقب ديال دوري ابطال افريقيا رفقة فريق الرجاء العالمي. وزيد عاوتاني اكثر من هادشي فبزاف ديال الجماهير الرجاوية وبداو كيقولوا بلي هاد المدرب هذا غادي يدير ميسا في هاد الموسم هذا، ولكن الحقيقة بعد ما السيد هذا شد فريق الرجاء العالمي فمن اول مباراة ليه في البطولة الوطنية بانوا بزاف ديال النقاط السلبية وكارثية منها الضعف الكبير من جانب التكتيكي، ولكن على اي بزاف ديال الجماهير الرجاوية بداو كيقول لك اسيدي بلي هادي غير اول مباراة وخاص ضروري المدرب يعرف مزيان اللاعبين اللي عنده وزيد عاوتاني الفريق يدير واحد الانتدابات اللي وازنة باش عاد ديك الساعة نحكمو على المدرب. ولو انا من اول مباراة الفريق اللي جمعته كونتر فريق نهضة بركان فانا خرجت واحد الفيديو استنكاري وقلت بلي هاد المدرب هذا ما كيصلحش فريق الرجاء العالمي نهائيا، لان بالنسبة لي شخصيا هاد المدرب هذا فهو اصلا النظام التكتيكي اللي كيعتمد عليه فهو ما غاديش يعاون به فريق الرجاء العالمي نهائيا، لان هاد المدرب هذا كيعتمد على نظام تكتيكي دفاعي، اما من ناحية فريق الرجاء العالمي فهو كيعتمد على التيكي تاكا والكرة الهجومية. وانا بزاف ديال الناس ملي خرجت وقلت هاد قليل ديال الناس ما كيصلحش لفريق الرجاء العالمي نهائيا فبزاف ديال الناس خرجوا وبداو كينتقدوني وقالوا بلي خاصنا نصبروا على المدرب، وزيد عاوتاني هاد الانتقادات زادوا كبروا خصوصا بعد ما فريق الرجاء العالمي تأهل دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. ولكن الحقيقة المرة غتبان في المباراة ديال البارح واللي جمعت بين فريق الرجاء العالمي وفريق اتحاد طنجة، فبعد ديك الهزيمة الكبيرة لفريق الرجاء العالمي بالنتيجة ديال 3-1 كونتر فريق اتحاد طنجة انا عاد الجماهير الرجاوية بداو كيتوقدوا واحد شوية وبداو كيعرفوا بلي هاد المدرب هذا غادي ياخذ فريق الرجاء العالمي للهلاك. وهنا عاد الجماهير الرجاوية بداو كيطالبوا بإقالة هاد المدرب وبداو كيقولوا بلي هاد المدرب هذا ما خاصوش يكمل رفقة الفريق. ولو انا ملي بدا الموسم فانا اصلا كنت ضد هاد المدرب، على هادشي بالنسبة لي حاليا وبعد الهزيمة ديال فريق الرجاء العالمي ب 3-1 فهاد السيد هذا اصلا خاصو يجمع حوايجو ويمشي بحاله، لان اصلا حاليا حتى الجماهير الرجاوية ما بقاوش كيحملوه. وبالنسبة لي شخصيا هاد السيد هذا اذا كمل رفقة فريق الرجاء العالمي فهو غادي ياخذ غير فريق الهلاك، على هادشي من الافضل تقليل ديال الناس يجمع حوايجو ويدرك زلافتو علينا. المقبل مسير الفيديو بطل كومونتات وعطوني الراي ديالكم واش هاد المدرب هذا يكمل رفقة الفريق ولا لا. ويلا تيكا معكم حفيظ وتهلا.